هو فيديو آخر أو قصة أخرى تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني ودارت ضجة وهي قصة وخز الإبر للأطفال. يعني ما كاش اللي ما سمعش بها مريومة، وخاصة أنه عمت في كامل الولايات ولينا نشوفوها يعني كل يوم تسمعي وين صارت وكامل بنفس الطريقه. يعني راهم يتوجهوا ناس غرباء، يعني كاين حتى نساء قال لك مغطيين بالنقاب ويروحوا للاطفال، وقبل يعني ما يخزوهم بالابره قال لك يسقسوهم يعني حسب الدول في مواقع التواصل الاجتماعي، وشفنا يعني الاولياء كانوا يهضروا قال لك حتى قبل ما يخزوهم بالابره يقول يسقسوهم على الاسم تاع الام تاعهم وتاع الاب تاعهم باش ممكن باش يقولوا لهم بلي انا هي الام ديالو ولا ما على بالي ما تقدريش تعرفي. يعني قال لك انه هذه نوع من السحر والشعوذه. او لا لا سي تخو غاف، ربي كيما يقولوا ربي يحفظنا ان شاء الله وربي يبعدهم علينا وعلى ولادنا ان شاء الله. بي حنايا باش نقولوا بلي لازم لي بارون يكونوا اكثر حاضرين. شوفي قد ما كانوا حاضرين على ولادهم لازم يزيدوا اكثر، لانه انا نشوف انه الامور راهي تخرج عن السيطره. وباش تخلي وليدك يروح وحده ليكول ويعاود يولي والله يكون يقرا في الليسي غير نديها هنايا. صح، يعني ولينا شفناهم دوك ملي هاد الظاهره ولاو كامل يدوهم ما ولاوش حتى يخلوهم يخرجوا يلعبوا برا، يعني الوقت اللي لحقنا عليه وهذا صح. ابي لما دوك التجمعات قدام لي زيكول تولي نشوفوهم هذوك ثاني طريحين يخلقوا الرعب، لانه ما توليش تفرقي بين اولياء التلاميذ اللي جاوا يدوا ولادهم وبين هاد الناس اللي راهم يدوروا ويوخزوا في الناس بهاد الابر جو سي با دو كوا. دونك نصيحة فقط صغيرة ورسالة، أنه على بالك باللي وليدك يخرج على 11 يا أخي روح على 11 غير 5 مينوت، ماشي نص ساعة ولا ساعة قبل ما يخرج ويقعدوا هذوك التجمعات عند لي زيكول، رايحين يخلقوا الرعب اكثر. صح، حنا على بالنا بلي يعني دراري صغار ما يعرفوش، بالك يقول له اعطيني نعطيك حلوه ولا روح عندي، ما راحش يفهم واش كاين. دونك ان شاء الله ربي يجيب الخير. نشوفوا مريم فيديو لطفله اللي تعرضت لهذه الظاهره من ولايه بومرداس. يلا وكانت من تبقى صباحها صديقتي الاولى جات ليك، واش قالت لك؟ قالت واحد قال لك الحل، من بعد كي رحت لعندها دارت البلوكا ودارت مقرب لها وهربت. دارت لك البرهنه في يدك؟ واش لابسه؟ لابسه جلباب موف ودار النقاب هنايا في فمها كحل. كحل، صوتها صح مرا ولا راجل؟ ما سمعتيش صوتها؟ تاع مرا. من بعد كيفاش؟ من بعد اسمع عليه باه نعرفوا الان، حنا من بعد نزيدوا له الكاميرا نزيدوا نشوفوا شوفوا راها والاطفال يهضروا حجاب موف. معليش وتبغي تقول لهم باللي كي ديتها اليوم للقطار اللي كبروا وات لي لاخر او لي نلقى وحده في نفس المشكل مهرا واثر في هذا المشكل هذا. هذه تشوفوا يا جماعه لو ميم كا وكانت من تبقى صباحها صديقها غير من مي من شربت الدواء تاعها والاخرى عاودت هبطت يا جماعه الحاله ما رايش